بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله بإذن الله ناخد درس جديد النهاردة، وهو أوضاع نقطة ومستقيم بالنسبة للدائرة. تعالوا نشوف موضوع درس النهاردة اللي هو وضع نقطة ومستقيم بالنسبة لدائرة. أولا وضع أوضاع نقطة بالنسبة لدائرة. لو أنا عندي ميم دائرة طول نصف قطرها ناق وألف نقطة، فإن النقطة أ لما تقع خارج الدايرة، ده في حالة لو كان ميم أ أكبر من نص القطر، أو تقع على الدايرة لو كانت ميم أ بتساوي نص القطر، وتقع داخل الدايرة لو كانت ميم أ أصغر من نص القطر، وممكن تقع على المركز ده لو كانت ميم أ بتساوي صفر. تمام؟ طيب تعال نشوف حاجة تانية اللي هو إيه بقى؟ موضع مستقيم بالنسبة لدايرة. أول حاجة إذا كانت ميم دائرة نصف قطرها ناق وألف نقطة بتنتمي للمستقيم، فإن المستقيم لام مثلا بيكون خارج الدائرة في حالة لو كان ميم ألف أكبر من نصف القطر، وهنا هتلاقي إن لام تقاطع الدائرة ميم بيساوي فاي، ولام تقاطع سطح الدائرة ميم بيساوي برضو فاي. طيب ممكن يكون مماس، ده في حالة لو كان ميم ألف بتساوي ناق، وألف دي بنسميها نقطة التماس، وهنلاقي إن المستقيم لام تقاطع الدايرة ميم بيساوي ألف، والمستقيم لام تقاطع سطح الدايرة ميم بيساوي ألف. قطع للدايرة إذا كان ميم ألف أصغر من نق، وساعتها هيكون المستقيم لام تقاطع الدايرة ميم في س وص، ولام تقاطع سطح الدايرة ميم في القطعة المستقيمة س وص. تعال نشوف النتائج الهامة. المماس بيكون عمودي على نص القطر المرسوم من نقطة التماس. المماسان المرسومان من نهاية قطر بيكونوا متوازيين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا عندي ا ب مماس وميم ا نص قطر، في الحالة دي على طول مماس ونص قطر تبقى في زاوية قايمة، يبقى ميم قياس زاوية ميم ا ب ب 90 درجة. طب لو انا عندي ا ب قطر وجيت رسمت من عند ا مماس ومن عند ب مماس، يبقى المماسين دولت لام واحد هتلاقيه بيوازي لام اتنين. لإثبات ان المستقيم مماس، نسبة إن الزاوية اللي بينه وبين نص القطر قياسها بتساوي 90 درجة. يعني مثلا تعال شوف المثال ده، بيقول لك هنا أ د مماس للدائرة، و ه منتصف ب ج قياس زاوية أ 56 درجة، وعايز قياس زاوية د م ه. طيب أنت عندك أ د مماس و م د نص قطر، يبقى م د عمودي على أ د، يبقى قياس زاوية م د أ 90 درجة. عندك ه منتصف ج ب، يبقى ميم ه عمودي على ج ب، يعني قياس زاوية ميم ه أ أو ميم ه ب بتساوي 90 درجة. طيب مجموع زوايا الشكل الرباعي 360 درجة، يبقى قياس زاوية د ميم ه بتساوي 360 ناقص 56 زائد 90 زائد 90، يبقى هتساوي 124 درجة. مثال تاني، أ ب مماس عند أ، ميم أ بتساوي 9 بتساوي 8 سنتي، قياس زاوية ب 30، يوجد طول أ ب وطول أ ج. تمام؟ عندك أ ب مماس، م أ عمودي على أ ب، يبقى مثلث م أ ب قائم، قياس زاوية م ب أ 30 درجة، يبقى م ب بتساوي 2 في 8 ب 16. يبقى أنا عندي دلوقتي مثلث م أ ب من فيثاغورس، هقدر أجيب طول أ ب هيساوي 8 جذر 3. تمام؟ وعندك أ ج هو الضلع المقابل للزاوية 30، يبقى أ ج نص طول الوتر، يبقى أ ج هيساوي 4 جذر 3.